سمعي الكرام، متواصلين مع تغطياتنا ولجميع الفعاليات المقامة في قطر وخارجها. معهد دراسات الترجمة التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة ينظم ورشة للعاملين في قطاع الضيافة. للمزيد من التفاصيل رحبوا معنا بالسيد مازن الفرحان، أخصائي تدقيق الترجمة ومنسق ورش العمل بالمركز. مساك الله بالخير أستاذ مازن. مساكم الله بالخير أنت وجمهور المستمعين الكرام. حياك الله، يا هلا مرحبا. في البداية طبعا الأستاذ مازن، لو نتعرف على هذه الورشة. شكرا على الاستضافة الكريمة. الورشة في الحقيقة هي واحدة من بين 10 ورش متنوعة يقدمها مركز الترجمة والتدريب التابع لمعهد دراسات الترجمة خلال العام الأكاديمي. نعم. طبعا مثل ما تعرف البلد تشهد اليوم نمو اقتصادي وسياحي كبير بفضل فعاليات متنوعة تستضيفها من مناسبات رياضية، فعاليات سياسية، اجتماعية، ثقافية. نعم. وأيضا في ضوء تيسير دخول البلاد لأكثر من 80 جنسية مختلفة، وبالتالي هذا كله استلزم تهيئة بيئة ضيافة شاملة لجميع الفئات. ومن هنا جاءت يعني فكرة إقامة هذه الورشة في المعهد من أجل تيسير مرافق الضيافة وأماكن انعقاد المؤتمرات والفعاليات المختلفة، كي تتيح لكافة فئات الجمهور، ومنهم نخص بالذكر منهم المكفوفين والصم وضعاف السمع، يعني الاستمتاع بالخدمات المقدمة، بمعنى نعم. أنه نساعد القائمين على قطاع السياحة والضيافة بمختلف صنوفها من مطاعم، فنادق، منتجعات، مراكز مؤتمرات في تلبية احتياجات المستخدمين. ممتاز. من خلال نهج شامل لأساليب نعم. التواصل معه. طيب أستاذ مازن، يعني خلينا نتكلم عن الفئة المستهدفة في هذه الورشة. نعم. الفئة المستهدفة لا شك أنه كل من يعمل في قطاع الضيافة بمختلف أنواعها، ولا يقتصر على العاملين، وإنما على كل شخص له رغبة في العمل في يوم من الأيام في هذا القطاع، لأنه اليوم موضوع التيسير الوصول موضوع عالمي وليس يعني مقصور على دولة قطر أو منطقة الخليج بشكل خاص. اليوم في هناك حاجة لأن تكون الخدمات شاملة لكل فئات الجماهير، وبالتالي كل شخص له رغبة في أن يعمل في هذا القطاع هو مرحب به، لا يحتاج الاشتراك في الورشة لأي خبرة أو تدريب سابق. طيب سؤالي لك أستاذ مازن الفرحان، أخصائي تدقيق الترجمة ومنسق ورش العمل بالمركز، نتكلم عن كيفية المشاركة. يعني في ناس ودهم يشاركون في هذه الورشة، بس أنا بنتكلم عن كيفية المشاركة. نعم. الحقيقة الأصل في المشاركة أنه إحنا نعلن في كل عام أكاديمي من اعتبارا من أول سبتمبر أو في نهاية حتى أغسطس عن الورش التي سنقدمها في المعهد، كي يتسنى لجميع الراغبين التسجيل. ولكن إضافة إلى ذلك نقوم بإرسال الكثير من رسائل الترويج لهذه الورش كي تكون هناك مشاركة مجتمعية أكبر عن طريق البريد الإلكتروني، النشرات المختلفة في كل المواقع الإلكترونية الخاصة بمؤسسة قطر وجامعة حمد بن خليفة والمعهد نفسه. نعم. ونقوم بإرسال رسائل أخرى أيضا إلى الجهات الحكومية وبعض الشركاء الاستراتيجيين، وحتى موقع لينكدإن عنا دائما إعلانات من خلاله. ولدينا طبعا قائمة بالأشخاص المهتمين بورش العمل الموجودة، فنقوم بإرسال هذا إليهم وقوموا بزيارة الموقع والتسجيل ثم الاتصال بنا، ونحن نتابع معهم من أجل استكمال التسجيل وحضور الورشة. طيب هل باب التسجيل الآن مفتوح، وهل مثلا بإمكان قطاعات أخرى يعني خاصة المشاركة في هذه الورشة؟ الحقيقة هذه الورشة هي مستمرة، يعني بدأت يوم الأحد وتنتهي يوم الأربعاء. لا أتصور أن الباب مفتوح اليوم للتسجيل، لأننا نسعى وراء الفائدة الكاملة، يعني الفائدة ستكون نسبية إذا انضم أحد الأخوة المشاركين أو الأخوات المشاركات إلى الورشة في نهار الغد. طيب. ولكن باب التسجيل مفتوح للورش الأخرى الموجودة
لدينا هذا الشهر. راح نتكلم ان شاء الله ورشتين اخريين. اي طيب راح نتطرق طبعا للاستاذ مازن عن الورش. نعم. الغريبه. لكن ودنا ايضا نتكلم يعني ان شاء الله عن موضوع الاعداد المشاركين. كم وصل عندكم تقريبا؟ والله زاد عن 20 شخص عدد المشاركين. وهو رقم جيد جدا بالنسبة لنا قياسا لحجم. أولا أن هذه الورشة جديدة مستجدة وهو قطاع جديد بالنسبة للسادة المتدربين. نعم. وهو رقم مشجع لأنه عدد المترجمين قياسا إلى عدد القاطنين في البلد يعتبر مقياس جيد بالنسبة لنا. نعم. الورش طبعا الأستاذ مازن يعني الورش الأخيرة القريبة ماذا عنها؟ نعم مثل ما ذكرت قبل قليل شهر يناير الحالي لدينا ورشتين أخرين. الأولى ستكون في الأسبوع القادم وسوف تكون حول أو تتمحور حول أساسيات الترجمة الفورية. تليها ورشة أخرى عن برامج الترجمة بمساعدة الحاسوب. أما في الفترة من فبراير ولغاية نهاية العام الأكاديمي في يونيو سيكون لدينا 4 أو 5 ورش عمل، إحداها في قطاع الترجمة في قطاع المال والأعمال، وهذه الورشة مهمة جدا في ضوء النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وهناك ورشة أخرى حول الترجمة القانونية وثالثة حول فن الدبلجة. نعم. وهذه هي المرة الأولى التي تعقد هذه الورشة في دولة قطر، ورابعة حول ترجمة الأخبار والآراء، وخامسة حول مراجعة الترجمة وضبط. نعم. جودتها للسادة المترجمين العاملين المهنيين في الأخير. لكن نعم. إضافة إلى ذلك. نعم. المركز الترجمة والتدريب أيضا يقوم كل عام بتنظيم ورشتي عمل على هامش مؤتمرنا السنوي للترجمة. هذه السنة سينعقد في 26-27 مارس القادم إن شاء الله، وسوف نقدم خلال المؤتمر ورشتي عمل، واحدة حول الترجمة التتبعية ونظام التدوين، وأخرى حول الترجمة الأدبية والدينية، وأيضا. نعم. هذا حقل جديد آخر أدعو المهتمين للمشاركة والحضور. اسمح لي أن أختتم حول ورشنا الأخرى القادمة بالإشارة إلى أن أيضا المركز ينظم ورش عمل مصممة حسب الطلب. نعم. لصالح الجهات الحكومية، شركائنا الاستراتيجيين. آخر ورشة نظمناها في سبتمبر الماضي كانت بالتعاون مع مركز الدوحة لحرية الإعلام، وتمحورت حول فن الترجمة. نعم. الإعلامية. نعم. طبعا ختاما الأستاذ مازن الفرحان أخصائي تدقيق الترجمة ومنسق ورش العمل بالمركز، نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لكم إن شاء الله وفي جميع الورش. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق الدائم. يعطيك الصحة والعافية. شكرا يعطيك لك. العافية. شكرا.